السلام عليكم. الجيش الوطني يعلن معركة الأرض المفتوحة للمرة الأولى، جاء ذلك بعد تمكن قوات الجيش من تحرير عدد من المواقع المهمة في ميمنة وقلب جبهة نهب شرق العاصمة صنعاء. عسكرياً نقلت المعركة في مديرية نهم إلى الأرض المفتوحة، وهو ما يمكن القطاع العسكري الثقيل من الحركة التي من شأنها تسهيل عملية إنهاء معركة نهم خلال الأيام القليلة القادمة. وليس ببعيد عن ذلك تلك التطورات العسكرية في كل من الساحل الغربي والإعلان عن تحرير شبوة كاملاً، والتي ستعمل على قطع خطوط الإمداد والتهريب الذي كانت ميليشيا الحوثي تستفيد منها لتغذية معاركها، خصوصاً فيما يتعلق بموارد السلاح. مشاهدينا الكرام، بالنظر إلى خارطة المعارك العسكرية وحجم التنسيق، تبرز أسئلة حول مؤشرات التصعيد العسكري وفتح جبهات في نهم وتهامة وشبوة وتعز. هل هناك توجه دولي وإقليمي للعمل العسكري وتوحيد الجبهة الداخلية ضد الحوثي؟ وما إذا كانت هذه المعارك ستتضمن نقل المعركة إلى صعدة؟ وأخيراً السؤال الأبرز، هل نضج الحل العسكري في اليمن؟ مشاهدينا تابعونا بعد هذا التقرير. تصعيد عسكري نوعي تشهده جبهات التماسي بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي. في نهم أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة تحرير الجيش لمناطق الحول وجبال البارك وشعاب الشليف وسد بني عامر. وقبل أيام تمكنت قوات الشرعية من تحرير مديرية بيحان وعسيلان في شبوة. أما غرباً وعلى امتداد الساحل الغربي فقد تم تحرير مديرية الخوخة الساحلية، وحالياً تدور المعارك على مشارف مديرية حيس. ماذا يعني هذا التصعيد العسكري مؤخراً؟ تقول المؤشرات إن هذا التصعيد يأتي بقرار من الرياض وأبو ظبي بعد تلقي التحالف الضوء الأخضر من المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة. الجيش الوطني أعلن معركة أرض مفتوحة في نهم، نهم التي توقف فيها الجيش قرابة عامين لصعوبة التضاريس التي حالت دون تقدمه ولأسباب سياسية كما صرح قادة عسكريون في أكثر من مناسبة. فهل نضج الحل العسكري اليوم وأصبح الخيار العملي للتحالف والحكومة؟ خبراء عسكريون قالوا إن العملية الأخيرة المتمثلة بتحرير ما تبقى من محافظة شبوة واستكمال تحرير الساحل الغربي ستقطع خطوط تهريب السلاح الإيراني لميليشيا الحوثي. وجود مناطق استراتيجية لم تحررها الشرعية والتحالف حتى الآن ولم يكثفوا فيها دعمهم العسكري يضع أسئلة استفهام كبيرة. فجبهات مثل البيضاء ومريس وتعز وميدي يعلم الجميع أهميتها الاستراتيجية في ترجيح كفة المعركة، لكن استمرار الجمود فيها يضع قرار الحسم العسكري أمام اختبار حقيقي. على المستوى الدولي تجري ترتيبات حثيثة تحت الطاولة تتحرك فيها جميع الأطراف. ففي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن على الجميع الالتفاف وراء الحكومة الشرعية ضد الانقلابين الحوثيين. أعقبه تصريح أمريكي أن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسيا. وبين هذا وذاك ستكشف الجبهات العسكرية خلال الأيام المقبلة حقيقة القرار الإقليمي والدولي تجاه الأزمة اليمنية. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن هذه التطورات العسكرية سيكون معنا العقيد عبد الله الشندقي المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية. مساء الخير سيادة العقيد. سيادة العقيد، هل تسمعني؟ سيد عبد الله، هل تسمعني الآن؟ الآن نعم. مرحبا بك سيادة العقيد. في نهم تطورات ميدانية مهمة، هل بالإمكان أن تطلعنا على المناطق التي تم تحريرها في نهم، طبيعة المعركة ومدى أهمية هذه المواقع؟ التحية لك أستاذتنا الكريمة ولمشاهدي قناة بلقيس الأكارم. اليوم تتواصل المعارك في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء في ظل تقدم كبير يصنعه الجيش الوطني. المعارك تتواصل اليوم انتصارات كبيرة وعظيمة يحققها ويحرزها أبطال والوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية السابعة بقيادة اللواء الركن ناصر الذيباني قائد المنطقة العسكرية السابعة، حيث استطاع اليوم الجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء من تحرير ما تبقى من قرية الحول وجبال البارك وشعاب الشليف، والمعارك لا زالت مستمرة إلى هذه اللحظة. اليوم تم تدمير
أكثر من 4 أطقم و3 آليات مدرعة، وأيضا عدد من العيارات، وذلك من قبل طيران التحالف العربي الذي استطاع أن يعني يحقق ضربات موجعة في تعزيزات الميليشيات، وأيضا في المواقع داخل جبهة نهم التي كانت تسيطر عليها الميليشيات، حيث ضرب مجموعة من العيارات التي كانت تستخدمها هذه الميليشيات. هنالك أكثر من يعني 30 قتيل من الميليشيات وعشرات الجرحى. ميليشيات الحوثي اليوم في جبهة نيم تتكبد خسائر كبيرة. هنالك فرار جماعي لهذه الميليشيات باتجاه العاصمة صنعاء. طبعا حاولت قيادة هذه الميليشيات أن تضع يعني نقاط عسكرية داخل المناطق التي تسيطر عليها باتجاه صنعاء ونقيل بن غيلان في هذه الأماكن على أساس إرجاع الفارين من المعركة. هنالك اشتباكات اليوم حصلت داخل منطقة خلقة في قبل نقيل بن غيلان بين نقطة أنشأتها ميليشيات الحوثي لإرجاع الهاربين وبين الفارين من المعركة. كما وصلتنا بعض الأخبار من أن بعض الأفراد الميليشيات اضطروا للهروب من اتجاه مديرية أرحب وأيضا دخول من مناطق خولان، وذلك للهروب من النقاط التي وضعتها هذه الميليشيات بطريقهم حتى تستطيع أن تثنيهم عن الهروب والرجوع. هنالك هروب كبير لهذه الميليشيات، تكبدون اليوم خسائر كبيرة أمام ضربات الأبطال داخل جبهة نهم، وأيضا بإسناد طيران التحالف العربي الذي كان له دور بارز في خلال المعارك وله نسبة كبيرة من الحسم استطاع أن يحققها بإسناد الأبطال داخل المعركة. نعم نعم. إذن عقيد عبد الله، يعني ما الذي يعني تجاوز فرضة نهم بعد تحريرها؟ يعني ربما الغير مطلع على تضاريس نهم وعلى جغرافيتها لا يعي ما الذي يعني ذلك. هل أوضحت للسادة المشاهدين عن البعد الجيوسياسي لهذه النقطة؟ نعم طبعا أختي الكريمة، منطقة نهم هي مديرية كبيرة، تعتبر أكبر مديرية في محافظة صنعاء. من محافظة صنعاء المديريات 16 هي أكبر مديرية، تبلغ مساحتها أكثر من 1440 كيلومتر. المساحة الشاسعة لهذه المديرية مع تضاريس جبلية وعرة، هنالك مرتفعات جبلية. اليوم نحن عندما نتكلم ونقول تبت التبة الحمراء أو تبت القناصين أو تبت المنارة أو جبل المنارة، ليست تباب كما يعرفه اليمنيين تباب أو هضاب صغيرة، إنما هذه التباب وهذه المرتفعات جبال شاهقة. ربما بعض الجبال يسافر الإنسان من يعني أسفل الجبل إلى قمة ما يقارب من 3 ساعات حتى يستطيع أن يصل إلى القمة في الوضع الطبيعي. فاستطاع المقاتلين في ظل هذه التضاريس الوعرة والمساعة الكبيرة، يعني مساحة محافظة عدن ما يقارب من 750 كيلومتر، مديرية نهم في المساحة أكبر من محافظة عدن، لهذا طالت المعركة في هذه المديرية. أضيف إلى ذلك أن المساحة التي تمتد فيها المعركة من الشمال باتجاه محافظة الجوف نهاية سلسلة جبال يام إلى الجنوب باتجاه محافظة مأرب مديرية حريب القراميش ما يقارب من أكثر من 83 كيلومتر. هذا اتساع الجبهة. نعم. هذا الاتساع الكبير يستدعي أعداد كبيرة من المقاتلين. أيضا يعني الألغام التي تم زراعتها في هذه المناطق، الألغام بشكل كبير جدا لا يتخيله الإنسان، عشرات الآلاف من الألغام تم زراعتها في مديرية نهم. ستظل منطقة نهم لعشرات السنين وهي تواجه هذه الألغام التي تم زراعتها من قبل هذه الميليشيات. هذه التضاريس الوعرة وهذه الألغام الكبيرة التي تم زراعتها والمنطقة الشاسعة المتسعة لعرض الجبهة لأكثر من 80 كيلو، هذه يعني أخذت وقت للمقاتلين
حتى استطاعوا أن يحققوا هذه الانتصارات، لكن ليس هنالك من صعب أمام همم الأبطال التي تناطح السحب. استطاع أبطال الوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية السابعة تجاوز كل هذه الصعاب، زحفوا رغم الألغام الموجودة، استطاعوا أن يعني في المعركة التي كانت قبل أسابيع داخل سلسلة جبال الحمراء والسلطاء والقناصين، هذه السلسلة الجبلية تم زراعتها يعني في كل شبر من السلسلة الجبلية زرعت بالألغام، لكن يعني همم الأبطال استطاعت أن تتجاوز هذه المعيقات سواء من تضاريس أو من ألغام تم زراعتها، واستطاعوا بحمد الله تحقيق الانتصارات الكبيرة رغم التحصينات التي عملت هذه الميليشيات، رغم الألغام التي صنعتها، رغم التضاريس التي هي حاصلة داخل جبهة نيم، إلا أن الأبطال استطاعوا أن يحققوا إعجازات وانتصارات عظيمة سيسجلها التاريخ بأن أبطال المنطقة العسكرية السابعة في هذه الظروف القاسية من البرد القارس على قمم الجبال استطاعوا أن يحققوا انتصارات عظيمة وأن يثبتوا وأن يتقدموا أمام هذه الميليشيات التي كانت تواجه بأسلحة دولة وبترسانة كبيرة من الأسلحة والآليات العسكرية، لكن همم الأبطال استطاعت أن تتجاوز كل ذلك وأن تصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من تحقيق الانتصارات الكبيرة داخل جبهة نعم. إذن سيادة العقيد، لو حدثتنا عن أين هي قوات الجيش الوطني الآن، يعني لو قسناها كمسافة، يعني عن كم تبعد عن جبل ابن غيلان؟ طبعا الألوية العسكرية المتواجدة داخل المتواجدة داخل جبهة نهم تتواجد في الميمنة باتجاه جبال يام، والآن وصلت إلى ضبوعة، وأيضا في منطقة الغلب تتواجد ألوية عسكرية وصلت إلى بني بارك، إلى جبال بني بارك. الألوية العسكرية أيضا الأخرى التي في الميسرة وصلت إلى يعني الجبال المطلة على مديرية المديد. الزحف قادم لاستكمال مديرية نهم والتوجه صوب صنعاء وتحرير الأراضي في الطريق وصولا إلى العاصمة صنعاء من قبل الوحدات العسكرية المتواجدة اليوم. ألوية عسكرية كثيرة تخضع لإدارة المنطقة العسكرية السابعة بقيادة اللواء الركن الناصر الذيباني، تتوجه كلها صوب تحقيق الهدف الذي رسم من قبل القيادة العسكرية الميدانية في المنطقة وهيئة الأركان، وأيضا بإشراف رئاسة الجمهورية وقيادة القوات المسلحة بالتحرير ما تبقى من نهم ويعني مواصلة السير حتى الوصول إلى العاصمة صنعاء. طبعا الوصول إلى صنعاء سيتم من محور نهم وأيضا من محور المنطقة العسكرية الثالثة صرواح ومن محور المنطقة العسكرية السادسة داخل جبهة الجوف، وأيضا ستفتح جبهات أخرى داخل محيط العاصمة صنعاء ستكون في حينه، والتحرك سيتواصل ولن تتوقف المعارك حتى استكمال التحرير لما تبقى من الأراضي اليمنية تحت سيطرة هذه الميليشيات. إذن يعني أيضا حدثنا سيادة العقيد عن مدى القيمة التي يعني ستحققها دخول القطع العسكرية الثقيلة في العملية العسكرية وفي منطقة جبلية شديدة العورة كما تحدث. طبعا الآن بعد تحرير سلسلة جبال الحمراء والسلطاء والقناصين والدخول إلى قرية الحول وتحريرها، تجاوزت القوات العسكرية للجيش الوطني المناطق الصعبة التي لم تستطع من قبل الآليات العسكرية التحرك من خلالها. اليوم نحن نتحرك بالآليات العسكرية داخل أرض مفتوحة، سيكون لها يعني تأثير كبير في الهجمات والتحرك الحاصل اليوم وأيضا في خلال الأيام القادمة، سيكون لها أثر بالغ وكبير في زحزحة ويعني إخراج هذه الميليشيات من الأماكن التي تتحصن فيها يعني المواصلة السير إلى العاصمة صنعاء. طبعا الجيش الوطني اليوم يملك يعني خبرات عسكرية يعني كبيرة، تم تدريب وحدات عسكرية في المنطقة السابعة
وحدات للقتال في هذه المناطق، تم تدريب أيضا وحدات عسكرية خاصة للتعامل مع بعض الأهداف التي ستتعامل معها خلال الأيام القادمة. هنالك خبرة وآليات عسكرية وترسانة، وأيضا فوق هذا سيادة كله العقيد هنالك دعنا نطلع لأبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية. نعم، دعنا نطلع على المشهد العسكري إجمالا باستضافة أيضا العميد عبد المجلي المتحدث باسم الجيش الوطني أيضا من مأرب ولكن عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، يا أهلا وسهلا. مرحبا بك. هناك تطورات عسكرية واضحة خلال الفترة أو خلال الأيام القليلة الماضية، المواجهات في نهم أقوى من أي وقت مضى، الإعلان عن تحرير شبوة كاملا، إعلان عن تحرير أجزاء كبيرة من الساحل الغربي. يعني هذه التحركات العسكرية الواضحة، ما الذي يعني تسفر عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقق جيشنا الوطني انتصارات كبيره بجبهه نهم شرق العاصمه صنعاء. تم تحرير عدد من التباب غرب قريه الحول، والتحمت جبهه الميمنه بجبهه القلب بني بارق، والان المعارك تدور ومستمره على مشارف قطبين ومسوره، وتكمن اهميه المناطق المحرره في سيطرتها على منطقه بران وانتقال المعركه الى ارض اقل وعوره ومن التضاريس السابقه. وهناك تدريب حدث لجيشنا الوطني، تدريب ممتاز، والتدريب الجيد والروح المعنوية وعدالة القضية والمساندة الطيرانية من دول التحالف العربي، هذه تمكنه من تحرير تلك المناطق أسرع من أي وقت مضى. كذلك هناك أختي العزيزة انتصارات كبيرة حقق الجيشنا الوطني هامة واستراتيجية في عدم الجبهات، أهمها جبهة بيحان وعسيلان، واستكمال تحريرها لم يبقى إلا بعض الجيوب وبعض القناصة وأماكن تمركز الألغام. جيشنا الوطني يقوم بإزالة تلك الألغام من المناطق والمدن والطرقات التي زرعتها تلك الميليشيات الحوثية وزرعت العبوات الناسفة والشراكة الخداعية، تمهيدا لإعادة السكان إلى قراهم بعد أن عمت الفرحة كافة المديريات في بيحان وعسيلان. كذلك هناك انتصارات تحقق جيشنا الوطني في جبهة مقبنة في محافظة تعز، حيث تم السيطرة على جبل الشيخ سعيد الاستراتيجي، وهذا الجبل يطل على منطقة البرحة ومنطقة الكويحة وقهبان غرب مدينة تعز. كذلك هناك انتصارات هامة وحاسمة في الساحل الغربي بعد أن تم السيطرة الكاملة على مديرية الخوخة والتوغل في مديرية حيس ومديرية التحيتة، الوصول إلى منطقة الفازة، منطقة الفازة مرسى في مديرية التحيتة، وبعد أن سيطرنا من قبل جيشنا الوطني الصامد والمرابط والمناضل على المعسكر أبو موسى الأشعري، وكذلك على مرسى قطابة وميناء الحيمة ومرسى الخوخة. نعم سيدة العميد، لو توقفنا قليلا عند معركة نهم، يعني في ميزان المعركة ما هي أهمية معركة نهم بالنسبة لمعركة دخول صنعاء؟ أولا جبهة نهم تعتبر من كبرى الجبهات القتالية عدادا وعدة، وسواء معدات أيضا كذلك، وكذلك القوة البشرية، وتكمن أهميتها في قربها من العاصمة صنعاء، وهي تحقق التقرب يوما بعد يوم نحو مديرية أرحب وكذلك العاصمة صنعاء. هذه الجبهات القتالية المتمركزة في مديرية نهم هي التي ستقوم بتحرير العاصمة صنعاء بالكامل والدخول من عدة محاور ومن أماكن عديدة لتحرير تلك العاصمة من قبضة الميليشيات الانقلابية الحوثية التي تعبث بمقدرات الوطن والتي تقوم بعمل التهجير والإخفاء القسري والاختطافات لأبناء العاصمة صنعاء. كذلك الجبهات القتالية التي تم أيضا انتصار فيها جبهات صعدة، حيث تم تقدم القوات في منطقة الخليقة المحاذية لمحافظة الجوف، وتم التحام الجبهات. اليوم جيشنا الوطني يعيش أفراح وانتصارات وحاضنة شعبية والصفاف الشعبي مساند لجيشنا الوطني،
الحسم العسكري هو الطريق الآمن والأقرب والأسلم لتجنيب الشعب اليمني مزيدا من القتل والترويع وتخريب مقدراته الحيوية والاقتصادية. نعم، يعني بالحديث عن صعدة وتحرير بعض المناطق، هل نفهم سيادة العميد أن هناك اتجاه حقيقي للتوجه نحو صنعاء وصعدة وحصار الميليشيا بهذا الشكل؟ يعني هل يمكن الحديث عن جدية المعارك هذه المرة وعدم توقفها بعد الآن؟ فعلا السؤال وجيه أختي العزيزة. الجبهات التي يتم فيها الانتصارات في صعدة والجوفة وهي تكمل الدوائر والحلقات، وكما يقال على الباغي تدور الدوائر، ونحن نقول على الحوثي تدور الدوائر. ستستكمل تلك الحلقات سواء في محافظة الجوف وصعدة وعسيلان، كذلك في شبوة ثم الساحل الغربي ثم أيضا محافظة تعز. الجبهات كلها الآن مشتعلة ضد تلك الميليشيات الانقلابية، وهذا يؤكد أن تكون هناك تشتيت لميليشيات الانقلابية، وكذلك أيضا تدمير ما تبقى من قوة الميليشيات الانقلابية سواء بالطيران أو بقوة الجيش الوطني، وبعد ذلك ستنهار تلك الميليشيات وسيعود أبناء اليمن إلى قراهم وإلى مدنهم وإلى مزارعهم بعد أن هنجرتهم تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية. نعم، إذن بسؤال خارج السياق قليلا، عسكريا هل تتوقعون سيادة العميد يعني بقربكم من صنعاء النقبة للطوق قد تنقلب على الحوثي كما انقلبت سابقا على صالح وتميل للكفة الأقوى وتحارب معكم؟ قبائل طوق صنعاء هي الآن تعيش ضغط قوي من الميليشيات الانقلابية، يمارس الانقلابيون الحوثيون على تلك القبائل من القتل والإخفاء القسري والتهجير والترويع. هذه القبائل ستتحول إلى طوق، قبائل طوق صنعاء ستتحول إلى طوق على عنق تلك الميليشيات الانقلابية، وستنهزم تلك الميليشيات الانقلابية وستطرد من العاصمة وستكنس من أرض اليمن، ستعود إلى الكهوف والمغارات في نعم. سؤال أخير سيادة العميد، يعني عادة ما نتابع المعارك خاصة في نهم ونتواصل كثيرا معكم ومع بعض القادة العسكريين، وتتوقف المعارك فجأة فنتساءل فيقولوا ذلك قرار سياسي. هل نتوقع الآن أن القرار السياسي أصبح يعني أو أعطى الإشارة الخضراء لاستمرار العملية العسكرية؟ حقيقة نحن في الجيش الوطني أختي العزيزة نسير وفق خطة محكمة مدروسة، خطة استراتيجية معدة من رئاسة هيئة الأركان العامة ومصادق عليها من الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونحن نسير وفق تلك الخطة. والمعارك تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المعركة التصادمية والمعركة الدفاعية والمعركة الهجومية. حتى قضية التوقف الذي تروج بعض وسائل الإعلام والوقوف هي معركة دفاعية، يستعد المقاتلون ويستعد الأبطال في ميادين الشرف والبطولة للتقدم مهما كان هناك وقوف، لكن بعده يكون النصر كما يقال فتحت الرماد اللهيب ومن يزرع الشوك يجني الجراح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العميد عبد المجلي المتحدث باسم الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك عقيد عبد الله، لو تحدثنا عن يعني من خلال وجهة نظرك سيادة العقيد، يعني لما تفعلت العملية العسكرية بهذا الشكل الواسع الذي حدثنا عنه العميد عبد المجلي في هذه الآونة الأخيرة؟ طبعا جاءت يعني الهجمات او التراجع الذي نلحظه اليوم في صفوف ميليشيات الانقلاب نتاج المعارك المتواصله لاكثر من عامين، والجيش الوطني يهد في حصن الميليشيات. التراجع الحاصل اليوم والتقدم للجيش الوطني والتراجع الحاصل لهذه الميليشيات هو نتاج هذه الحرب التي طالت أكثر أو طولت لأكثر من سنتين. ما تشهده الجبهات اليوم من تقدم نتاج ل يعني هذه الميليشيات وصلت إلى الحضيض، لم تستطع أن تجمع أكثر الناس وعوا. ناشدنا طبعا عبر وسائل الإعلام المختلفة الذين غرر بهم أو أرغموا في صفوف هذه الميليشيات إلى أن يرجعوا إلى عقولهم، وكان الكثير منهم قد عاد يعني عن غيه.
اليوم تتراجع هذه الميليشيات لأنه لم يعد لها حاضنة شعبية، لم تعد لديها قوة كافية، لم يعد لديها مشروع، هو لم يكن لديها مشروع في الأصل، لكن اليوم هي أكثر معرفة، وأيضا من كان معه أكثر معرفة أن هذه الميليشيات بانت على حقيقتها لأكثر من سنتين، وهي تظلم وتسلب وتجور ويعني تقتل وتشرد وتهجر وتفجر، عملت كل المنكرات، باتت اليوم معروفة على حقيقتها لدى القاصي والداني. هذا جعل الشعب اليمني ينكفئ عن هذه الميليشيات، والجيش الوطني طيلة هذه الفترة وهو يتدرب ويتهيأ ويمارس أيضا في الميدان الحرب ومواصلة التقدم، اليوم الجيش الوطني على أهبة الاستعداد وعلى جاهزية عالية لأن يحرر ما تبقى من الأراضي اليمنية. طبعا هو طبيعي أن تتحرك الجبهات لأننا اليوم حصدنا إلى هذه اللحظة أكثر من 80% من الأراضي اليمنية تم تحريرها، لما تبقى إلا القليل، وبالتالي القليل هو يتهاوى أمام ضربات الجيش الوطني وأسناد التحالف العربي. نعم. يعني في حال ما ربطنا هذا التطور العسكري في سياق العمليات العسكرية التي تحدث أيضا في الساحل الغربي وفي شبوة، هل تأتي كل هذه العمليات في إطار عملية واحدة متكاملة؟ طبعا عمليات الجيش الوطني منذ أن بدأت هي تدار من غرفة عمليات واحدة يشرف عليها المشير الركن عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، أيضا نائب رئيس الجمهورية يشرف على العمليات العسكرية داخل نهم ومأرب والجوف، وفي هذا المحور الواقع فيه ثلاث مناطق عسكرية يشرف عليها النائب. كما ذكرت لك أن العمليات العسكرية كلها في كل هذه المحاور تدور من غرفة عمليات واحدة مشتركة، فالتناغم الموجود اليوم داخل الجبهات هو نتاج لهذه الغرفة العملية. طبعا نحن لم نكن يعني كميليشيات كل يعني مكان له يعني خطة خاصة لا يشرف عليها أحد، نحن ندار من قبل رئاسة هيئة الأركان ورئاسة الجمهورية، المناطق العسكرية كلها تتبع لوزارة الدفاع، وبالتالي هي تدار كلها من غرفة عمليات واحدة تتحرك في الوقت الذي تريد إدارة الجيش وقيادة الجيش وقيادة الدولة. وأيضا التوقف لم يكن هنالك توقف حسب ما يروج له في الجبهات أن التحالف أو الشرعية أو إلى ذلك، التوقف مثلا عندنا في جبهة نهم كان هنالك توقف لأسابيع لانتشال الألغام التي تم زراعتها، أيضا كانت هنالك فرصة تم إعطائها قبل أكثر من عام لهذه الميليشيات علها تعود إلى غيها أثناء التوقف في مفاوضات الكويت، لكن هذه الفرص كلها ضيعتها هذه الميليشيات. فاليوم الجيش الوطني يدار من وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة، المحاور العسكرية كلها تتحرك في وقت واحد تتهاوى هذه الميليشيات أمام ضربات أبطال الجيش الوطني. نعم نعم سيادة العقيد، يعني هناك يعني أحاديث تقول أن هناك انسحابات لبعض قوات الحرس الجمهوري وانضمام وانشقاق يعني من الميليشيا الحوثي وانضمام للجيش الوطني، هل فعلا ذلك حدث؟ أتمنى عليك الإجابة في دقيقة. طبعا أختي الكريمة، نحن في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء لا 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 يعني لم نحس أن هنالك انسحاب في داخل الجبهة لقوات الحرس الجمهوري، لكننا من خلال قناتكم العزيزة يعني نناشد الأبطال أو الأحرار في القوات المسلحة سواء كانوا في الحرس الجمهوري أو في القوات المسلحة في وزارة الدفاع سابقا، نناشد الجميع بأن ينضموا إلى الجيش الوطني. الجيش الوطني هو القوات المسلحة اليمنية السابقة التي أعادت ترتيب صفوفها ولمت أو ضمت إلى صفها الراغبين من أبناء المقاومة الشعبية. نحن نناشد هؤلاء الأبطال اليوم الذين هم داخل بيوتهم، نناشدهم بأن ينضموا إلى الجيش الوطني ليكون لهم رصيد وشرف في تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، كما نناشد أيضا المقرر بهم إلى أن يعودوا إلى غيهم
أن يعودوا إلى رشدهم من غيهم وأن يتركوا هذه الميليشيات، لأنه ليس لديهم مستقبل، مستقبلهم يعني سيكون إلى المحاكم إذا وصل الجيش الوطني. نعم. وإلى داخل العاصمة صنعاء وهؤلاء في صفوف الميليشيات سيسبق نعم. السيف العدل، لذا ندعوهم قبل فوات الأوان شكرا. إلى أن يراجعوا أنفسهم ويكون لهم نعم. رصيد في تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. شكرا معنا. لك العقيد عبد الله الشندقي المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ولاستكمال هذه الحلقة أرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف الأستاذ علي العقيلي المتحدث باسم لواء الحزم معنا من شبوة. مساء الخير سيادة الأستاذ علي العقيلي، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك معنا. تم تحرير بيحان وعسيلان، هل نستطيع القول أن كافة أراضي شبوة محررة كليا الآن؟ نعم ولله الحمد، مديرية بيحان ومديرية عسيلان باتتا محررتين بالكامل، ولا يوجد هناك أي تواجد للميليشيا الانقلابية. انطلقت عملية التحرير فجر يوم الجمعة الماضية، وخلال ساعات نجحت قوات الجيش في اختراق صفوف الميليشيا والوصول إلى وسط مديرية بيحان، وفرض حصار مطبق على عناصر الميليشيا الانقلابية في مديرية عسيلان. نعم، هل يعني كان هناك الحديث انه تبقى بعض الجيوب هنا وهناك في جبال محيطة ببيحان وعسيلان، هل تم تمشيطها تماما؟ نعم، بدأ الجيوب، هو كان يعد نصر عظيم للجيش الوطني، لأنه استطاع ان يخترق صفوف الميليشيا ويفرض حصار مطبق عليها. بدأها حتى مثل إلى اليوم لا يعني إنه انتصار للميليشيا، لا، لأن كل الطرق والمنافذ مغلقة. استطاع الجيش الوطني أن يغلقها خلال ساعات من صباح يوم الجمعة يوم انطلاق المعركة. ظلت تلك العناصر في عدة جبهات ومواقع في مديرية عسيلان محاصرة وتحت رحمة قوات الجيش الوطني، ولم تستطيع الخروج أو حتى الانسحاب، لم يخرج أي فرد أو قوة أو حتى الأسلحة لم يستطيعوا إخراجها من مواقعهم في مديرية عسيلان. كل تلك القوة للميليشيا الإنقلابية في مديرية عسيلان منذ يوم الجمعة وحتى اليوم انتهت خلال المواجهات، منهم من قتل ومنهم من سلم نفسه، لأن الجيش عندما فرض حصار كان ينادي عبر الأجهزة ومكبرات الصوت عليهم أن يسلموا أنفسهم وأسلحتهم ولهم الأمان، لكن مغلبهم رفض، على الرغم منهم كانوا يدركون أنهم تحت حصار مطبق ولا توجد أي طريقة يمكنهم من خلالها الخروج. نعم، هل يعني أود أن أعرف منك أين تكمن المواجهات الآن، يعني ما هي نقاط التماس التي ما زالت يعني تعد اشتباكات بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي؟ الآن نقطة التماس جنوب غرب مدينة بيحان العليا على حدود محافظة البيضاء. الآن باتت مديريتي بيحان وعسيلان محررتان بالكامل، ولا يوجد أي تواجد عسكري للميليشيا الإنقلابية يشكل أي خطر على المديريتين. التواجد العسكري الذي يوجد في مناطق جنوب وغرب مديرية بيحان على الحدود مع محافظة البيضاء، هناك نصبت الميليشيا السعادة أن ترتب صفوفها للحفاظ على محافظة البيضاء وليس السعادة بيحان، لأنها خلال اليومين الماضيين دفعت بتعزيزات وحاولت بأقصى السبل ولكنها فشلت، وتعرضت لضربات موجعة من قبل قوات الجيش ومن طيران التحالف أيضا.
الآن اليوم لاحظت أن الميليشيا تحاول أن تحافظ على ما على محافظة البيضاء وعلى ما تبقى معها من الحدود المتاقمة لمحافظة البيضاء، وهي ليست ذات أهمية، أقصد تلك المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا، سواء أن أهمية الاستراتيجية تكمن في أنها خط حماية أو دفاع أول على محافظة البيضاء. إذن شكرا جزيلا لك سيد علي العقيلي المتحدث باسم لواء الحزم، كنت معنا عبر الهاتف من شبة. وينضم معنا أيضا لقراءة سياسية للمشهد العام الأستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي من تعز عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. تطورات عسكرية في نهم في الساحل الغربي في شبوة أيضا، وهناك أيضا بعض المناطق في تعز، أمام هذه الأحداث المتسارعة على الصعيد العسكري، هل يمكن القول يعني أن البلاد تذهب نحو مسار عسكري لاستعادة الدولة، أم أن المسار السياسي ما زال حاضرا؟ لا أعتقد أن المسار السياسي لا زال حاضرا من خلال متابعة المشهد، لكن أيضا العمل العسكري ليس بالوتيرة المطلوبة بشكل عام لدى الشرعية قوات كبيرة جدا. القسم كبير من هذه القوات تشتكي من قلة العتاد الحربي ومن المعدات ومن قلة الإمكانيات المالية، وبالتالي هذه المسألة كيف سوف تحل في أي توقيت. اليوم البلد تشارك على 3 سنوات من ما قلنا أنه الحسم العسكري، ويبدو أن كلما استبشر المواطنون خيرا للخروج من هذه الأزمة أو من حالة الحرب القائمة بحسم عسكري وإنهاء سيطرة الميليشيات، تعود المسألة وتمتد باتجاه آخر. إذا كانت الميليشيات لا زالت إلى قبل يومين وهي تسيطر على محافظة هي من المحافظات النفطية، محافظة شبوة، على مديريتين في هذه المحافظة، بمعنى أنها كانت تضغط على الملف الاقتصادي للشرعية وبالتالي تكتفها بكل قوة، في حين لا نرى إجراءات مماثلة مثلا الآن. هل سيحدث العكس بعد تحرير شبوة؟ هل يعني ضعف الملف الذي يضغطون به على الشرعية بهذا الشكل؟ بالتأكيد طبعا الحديث عن النفط كما هو معروف في الاقتصاد اليمني، هناك ما يزيد على 80% من إجمالي دخل البلد من العملة الصعبة كان يأتي عبر النفط، أو ربما كان هو المورد الوحيد والأهم في مسألة التمويل الاقتصادي. الحرب في مجملها هي عملية إهلاك كبير لأصول مالية بشكل مخيف، أي أنها مال أيضا، وبالتالي عدم الاهتمام بهذا الموضوع اللي هو بالملف الاقتصادي لا أعتقد أنه يشكل جزء من الحسم، أي أن الحسم يحتاج حركة على كافة الأصعدة وليس على المستوى العسكري فقط لا غير. نحتاج حركة على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي، على مستوى الانتهاكات، على المستوى السياسي. تحتاج المسألة حشد كبير. أعتقد أن مغادرة روسيا بسفارتها من صنعاء هو خطا اخضر لقوات الشرعية للتقدم نحو صنعاء الذي راوحت داخله فترة طويلة جدا، اي ان الحركة على مستوى هو التقدم الذي يمكن ان يحسب بشكل قياسي هو التقدم في الحديدة والتقدم الذي حدث الآن في شبوة، وكان المفترض أن يحدث قبل عام من الآن وليس الآن فقط. نعم، إذا يعني إذا تعلق الأمر بالأبعاد العسكرية أستاذ عبد الهادي، لا يمكن العمل العسكري أن يأتي نتيجة ضوء أخضر بحسم استعادة الدولة عسكريا، خاصة أن الضوء الأخضر هذا عادة ما يأتي من بقرار سياسي، يعني نحن كنا نتساءل لما تتوقف المعارك هنا أو هناك، يقولون نحن ننتظر قرار بالتوقف أو بالمواصلة. أعتقد أن القرار السياسي اتخذ خصوصا بعد إقدام الميليشيا على قتل صالح، وبالتالي أصبحت هي منفردة الآن بحكم البلد بشكل عام مهما جمعت حولها من بعض الشخصيات أو من بعض ما يسمى يعني أحزاب الكنبة التي تحاول أن تجمل نفسها بها، لكنها في حقيقة الأمر أصبحت منفردة بالسلطة، وبالتالي القرار قد اتخذ. هناك
تحرمك إدانة كبيرة من البريطانيين الذين كانوا دائما ما يتكلمون عن الملف الإنساني. هناك موافقة من روسيا، الأمريكان مأمولين الجانب، الفرنسيين والصينيين، وبالتالي الخمسة في الأعضاء في مجلس الأمن. هناك غطاء دولي، لا أدري لماذا كل هذا التأخير. القوة البشرية موجودة بشكل كبير أو ربما أكثر من الحاجة، لكن المعدات العسكرية والمواد الأخرى اللازمة لعملية الحرب، الحرب تحتاج إهلاك، تحتاج أموالا كبيرة، تحتاج ما يخص الجرحى، ما يخص مسألة الإغاثة للناس، تحتاج مسألة بسط النفوذ الشرعية بشكل عام. لكن ما يلاحظ يبحث عن الإحباط، مثلا ما تمارسه منذ ثلاثة أيام نقطة مصنع الحديد في محافظة لحج ضد القادمين مثلا من محافظة تعز، إجراءات غير مبررة، الحكومة أيضا صامتة ولا تبدي هذه الأعمال إجمالا، أي أن التحرك يجب أن يكون تحرك عام تراعى كل، لكن هل يعني هناك من يقرأ يراعى التعيد بشكل أساسي. المسألة العسكرية لا تتحرك بوفدها، المسألة العسكرية تحتاج بها حاضنة، تحتاج طمأنينة، تحتاج حركة بشكل كامل. كل هذا التوافق الدولي للحسم العسكري أستاذ عبد الهادي الذي تحدثت عنه، هل يعني هناك من يقرأه في سياق أنه بعد مقتل صالح ذهب أو انكشف الغطاء السياسي الذي كان يمكن أن يتم التعويل عليه من قبل المجتمع الدولي، وأصبح الجميع في مواجهة ميليشيا لا تفهم شيئا في السياسة، هل يمكن قراءة المشهد بهذا الشكل؟ إلى حد كبير نعم، وهذا واضح من خلال تصريحات مثلا البريطانيين، ومن خلال أيضا تصريحات الروس وإجراءاتهم على الأرض وقرارهم بإغلاق سفارتهم بالكامل، بيع كل ممتلكاتهم داخل السفارة، نقل مواد السفارة بشكل عام من صنعاء. هذه المسألة إيزانا بمسألة التحرك العسكري، لكن الجبهات العسكرية تتحرك ببطء أكثر من اللازم، هنالك حرص غير مبرر، هنالك تحرك على مستويات محددة، أي أن الحركة ليست بذلك العمل العسكري الكامل الذي تدفع إليه بكافة الإمكانيات. يجب أن تتحرك كافة الجبهات وكافة المحاور، الميليشيات مستنزفة وفي بعض المناطق هي عاجزة أيضا حتى عن الدفاع، أن تنسحب مثلا، أن يجري التدافع من شبوة لتتخذ من محافظة البيضاء خط دفاع في ظل انعدام الغطاء الجوي، ويمتلك ثلاثة ألوية ومديريتين. يعني المسألة هنالك عمل عسكري بطيء جدا، وهنالك نوعا من التراكم أو المراكنة في هذه المسألة. جبهة تعز مثلا أعتقد لديها غطاء بشري فوق 30,000، لكن ليست لديها إمكانيات. كل ما يتم الدفع به من إمكانيات عسكرية ومادية تعطي الجيش المتواجد في محافظة تعز بقيادة محور تعز إمكانية الدفع وصد الهجوم. نعم، ونحن نتحدث يعني على تعز أستاذ عبد الهادي، ربما هي العلامة الاستفهام الأكبر، يعني يمر التحرير عبر الساحل الغربي المدينة يتجه نحو الحديدة، تحرر شبوة، هناك حركة واسعة في معركة نهم، أين تعز من هذه التحركات العسكرية الواسعة؟ أعتقد أن تعز مؤجلة، تعز ظلت خط استنزاف للميليشيات الانقلابية، لكن اتضح لنا في الفترة الأخيرة أن تعز هي من تستنزف، تعز هي من تستنزف، في حين أنا على ثقة تامة بحسب المعلومات التي لدينا من العسكريين ومن غيرهم أن الميليشيات في وضع صعب جدا، لكن الجيش ليست لديه الإمكانيات المادية للحركة، برغم أن لديه جبهة طويلة. مثلا تقدمت القوات الجنوبية المتقدمة عبر محافظة المخا وتحركت عبر الخط الساحلي وتركت أقدام الجبال، تتواجد فيها الميليشيات، أي أن الميليشيات تفصل الآن ما بين الجيش المتواجد في غرب مدينة تعز وليس محافظة تعز فقط، وما بين القسم الساحلي. جرى الحركة باتجاه الساحل محمولين بمجموعة من الزوارع والقوة البحرية، في حين لم يتم استكمال مثلا ربط المخا بمحافظة تعز. المسألة لا تعدو على 15 إلى 20 كيلو. هذه المسألة لا نعرف لها تفسير، ويتم التدافع باتجاه الحديدة.
ما نخافه أن يطول خط الإمداد للقوات المتقدمة وبالتالي تستهدف إما بواسطة صواريخ الكاتيوشا أو بواسطة غيرها من أدوات الإعاقة وقد تؤدي إلى إصابات كبيرة. يبدو لي في الفترة الأخيرة أن الاجتماعات التي حدثت في الرياض ما بين وزير الدفاع الإماراتي وولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان ربما تؤدي والتحركات للقوى السياسية تؤدي إلى حركة، لكن متى وكيف هذا ما لا نعلمه. لم لا نلاحظ تلك التحركات موجودة لدى العسكريين، القادة العسكريين لم يعلم مثلا في تعز حالة استمسار قصوى، لم يستدعى كل منهم مسجلين في الجيش، وكأننا أيضا في حالة دفاع أمام جغرافيا أشبه بحالة تقسيم، في حين المسألة يجب أن يكون فيها حركة كبيرة، لأن إذا حرر التعز إذا يضمن التقدم باتجاه الحديدة، تضمن أيضا الدفع باتجاه البيضاء، وتضمن بالمقابل تحرير محافظة إب. لماذا هذا البطء؟ ما هي الترتيبات المطروحة؟ هذا ما لا نعلم. وأداء الحكومة أيضا مع الأسف الشديد ضعيف، خصوصا السيطرة على القوتين الخشنتين. نعم، هذه أسئلة مفتوحة أستاذ عبد الهادي، ومشروعة أيضا ستظل أمام المشهد وأمام الشرعية. شكرا جزيلا لك عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. مشاهدينا الكرام، وصلت وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المساء اليمني، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.